خلال يوم تحسيسي نظمته مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء حول موضوع تغيير التدابير لفائدة الأطفال بمؤسسات ومراكز الإيداع، ناقش خبراء مغاربة وأجانب سبل بلورة الإجراءات البديلة لاعتقال الأحداث، معتبرين أن الوسط الطبيعي للحدث يظل دون منازع الأسرة. المغرب كان من الدول السباقة للتصديق على اتفاقية دولية لحقوق الطفل، اللي هي تعتبر بمثابة دستور حقيقي لهذه الفئة، باعتبار أن الطفل هو توا وطنية، باعتبار أن الطفل ما يأتيه من أفعال لا تتفق مع القيم الحميدة داخل المجتمع هو مجرد شقاوة يزول مع النضج، يزول بصبر منا، بحلم منا، بتوجيه سديد منا. التدابير هي موجودة، احنا اليوم الموضوع هو إعمال هذه التدابير بأن ننتصر للتدبير الأعلى، وهو أن يظل في وسطه الطبيعي، أكيد دون أن نتركه سودا لأهوائه ولميولاته التي كما قلت لا تتفق مع القيم، وإنما بتوجيه وبتتبع داخل هذا الوسط بدل إيداعه بالمراكز. برنامج حماية يهدف بشكل عام إلى تحسين ولوج الأطفال إلى العدالة في احترام تام لحقوقهم، كما يسعى بإشراف من وزارة العدل ودعم من اليونيسف والاتحاد الأوروبي وبتعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء إلى تنفيذ المحاور الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة.